الف مبروك. ازيك يا هاني العوض؟ الف الف مبروك يا معلم اسماعيل، وربنا يتمها لك بخير. واكيد حب الناس يا عم هاني ظاهر دلوقتي، حب الناس دلوقتي ظاهر في الزحمه اللي احنا فيها، الشباب والكبير والصغير زي ما انتم شايفين. حب الناس، الناس كلها متجمعه طبعا عند المعلم اسماعيل دولار، وعنده طبعا الله اكبر عامل اللي عليه زياده، والفرقه والناس، وحب الناس معاك. اخويا الدو واخويا محمد عطيه طبعا مطرب الغلابه، اقول له الف الف مبروك وحب الناس، وربنا يتمها لك على خير طبعا. معلم معلمين مصر بالادب، وفرحه احمد من احلى الفرح، من احلى الفرحات على مستوى مصر، من احلى الافراح. وحب الناس الدليل على ذلك، كل مطرب بيقول اغنيه وانزل ولا اغنيتين. اختي مريم الحسيني طبعا ورماسي العربي، ودلوقتي طبعا الفنان محمد عطيه فنان الغلابه. واحلى يوم، احلى يوم يا عمان حبيبي عمان. زي ما انتم شايفين كده المعلمه عسليه بتقول اقول له الف الف ومليون مبروك يا اخويا، الف فرحه احمد وفرحتك فرحتنا كلها، معلم معلمين مصر المعلم اسماعيل دور يا جماعه اخويا. وبقول لك يا احمد الف مبروك، وربنا يخليهم لك ابو مريم. وبقول لك يا ابو مريم الف مبروك، ومن مصر كلها بتفرح كلها. ايه
زي ما انتم شايفين كده متابعينا الكرام، احنا بنتابع معكم تفاصيل مهمه جدا عن يعني فرح الممثل القدير اسماعيل دولار. كان شارك في عدد من المسرحيات والتلفزيون والافلام، زي اخرهم كانت الحشاشين. Just me.